صباح الخير مشاهدينا، متواجدين اليوم معكم من قضاء الأزرق ضمن مبادرة بنوصل لك. هذه المبادرة تم إطلاقها من مديرية الأمن العام وتحديدا من إدارة الترخيص والمركبات. هذه المبادرة وفرت الكثير من عناء المواطن. خلينا نتعرف مشاهدينا اليوم أكثر على هذه المبادرة. صباحكم سعيد. إطلاق خدمة الترخيص المتنقل تحت مبادرة بنوصل لك اللي شارك فيها إدارة ترخيص السواقين والمركبات ضمن جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز بالجائزة الابتكارية. الهدف منها هي الوصول إلى الإخوة المواطنين في مواقع تواجدهم. إحنا زي ما بعرفنا الجميع أن إدارة ترخيص السواقين والمركبات متواجدة في كافة محافظات المملكة، لكن هنالك بعض المحافظات اتساع الرقعة الجغرافية لها أدى إلى وجود تجمعات سكانية بعيدة عن أقرب قسم ترخيص مسافة تتجاوز 100 كيلومتر أو أكثر من ذلك. فكان الهدف من المبادرة هو الوصول وتقديم خدمات ترخيص متكاملة، وأؤكد على كلمة خدمات ترخيص متكاملة. سابقا كان عندنا لجنة فنية متحركة يطلع يفحصه فحص فني ونطلب منه يراجع أغلب قسم حتى يستكمل معاملته. الآن إحنا بننجز لك معاملة متكاملة في الموقع اللي يكون موجودين فيه إن شاء الله رب العالمين. اليوم تواجدنا في مدينة الأزرق لغاية تجديد ترخيص المركبات، نقل ملكية، فرهن، فكرهن أي نوع، أيضا ممكن أنه نجدد رخص السوق للشخص اللي حاصل على يعني فحص طبي معتمد. جهزنا مركبة واحدة إن شاء الله راح نجهز أكثر من مركبة بحيث أنه إحنا نتواجد يعني في أكثر من منطقة بنفس اللحظة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية راح نقدام شوية إن شاء الله نعمل تطبيق خاص لهذه الخدمة وبقية الخدمات اللي راح تطلقها إدارة ترخيص السواقين اللي هي خدمات إلكترونية. حقيقة هذه مبادرة طيبة وملفتة للنظر، خاصة أنها انطلقت من قضاء الأزرق، وهذه قامت بتوفير كثير من العناء والجهد على أبناء المنطقة بشكل كلي وبشكل كبير جدا ملفت للنظر. هذه التشاركية التي تمت ما بين دائرة الترخيص وبين البلدية، هذه التشاركية مميزة كمان بنفس الوقت، حيث قامت البلدية بتأمين الموقع الذي ترونه الآن وتأمين الدعم اللوجستي لهذه المبادرة الابتكارية المقدمة من دائرة الترخيص بشكل كبير جدا، وهذا حقيقة أثلى صدور المواطنين في قضاء الأزرق. وأنتم تعلمون كثير أن الأزرق تبعد عن مركز المحافظة بما لا يقل عن 85 كيلومتر، أقرب مركز ترخيص لمنطقة الأزرق هو يبعد تقريبا 85 كيلومتر. طبعا زي ما بتشاهدوا خلفنا في عنا محطة الفحص الفني وفي عنا الترخيص المتنقل، طبعا هم اثنين مع بعض يتم طبعا استقبال المعامل أخونا المواطن فحص الفني المركبة فنية من قبل الفحص الفني بالنقاط الظاهرة طبعا اللي هي الهيكل، الإطارات، مساحات وأي أمور أخرى ظاهرة، ومن ثم يتوجه للفحص الفني المحطة الفنية، فحص طبعا البريكات، فحص الأضوية، فحص الإزاحة. بعد ذلك طبعا بيتم رئيس اللجنة تدقيق على المعلومات كاملة وبيجيزها طبعا إذا كانت صالحة فنيا. بتحرك طبعا أخونا المواطن بعد ما يصف مركبته للترخيص المتنقل. داخل الترخيص المتنقل طبعا عندنا ثلاث شبابيك باعتبار تجديد لتجديد ترخيص المركبة، ومن ثم طبعا نقل ملكية وتجديد برضو للأخوان السواقين. راح يكون فيها مثلا بالشهر يوم أو يومين معلنات وعارفين جميع المواطنين على أساس أنه يكونوا جاهزين. زي اليوم زي ما بنشاهد أعلننا عنها هاي بس خلال 48 ساعة، وشوف كيف الكم من المركبات اللي طبعا لعملية الفحص. بداية هي الفكرة كانت اشتراك بجائزة المبادرة الابتكارية لمركز الملك عبد الله الثاني تميز الأداء الحكومي والشفافية. كان في هناك دورات توعية وإرشاد من مركز الجائزة من خلال دورة عقدت لدى المركز، على أثرها تم تزويدنا بأدوات للابتكار والإبداع منها الذكاء الاصطناعي. تم تشكيل لجان بخصوص هذه الفكرة. الفكرة كانت بداية عبارة عن أفكار متناثرة، ظهرنا في فكرة الثيم اللي هو الفكرة بنوصل لك. في أفكار ثانية مستقبلا راح يعني راح تظهر على أرض الواقع. عدد المركبات الغير مرخصة بمنطقة الأزرق 349 مركبة، 349 مركبة، 200 مركبة كمان في مركبات من إعادة تسجيل داخل مركز الأزرق، بالإضافة إلى حوالي 200 رخصة سوق غير مجددة مختلف الفئات. خدمة كويسة يعني جدا، ما هي يعني نرخص بالمفرق، ترخيصنا بالمفرق الرسمي، وهو يعني خدمة كويسة يعني لا بأس به.